صورة كده حلوة ومبهجة ومختلفة. يعني حكاية أشهر دورة رمضانية نسائية لكرة القدم بالدقهلية دي لفتت الانتباه جدا، لأن الكرة النسائية تبقى في الدقهلية ويبقى في دورة ميت خولي وحاجات يعني مختلفة وغريبة دي. يعني حبينا ان احنا يكونوا معانا في الستات ونتعرف عليهم، وخاصة ان الدورة الرمضانية دي كانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي في مصر كلها وقتها، والماتش اللي اتلعب في قرية ميت الخولي التابعة لمركز منية النصر بالدقهلية. وعشان كده قلنا احنا عايزين نشوف البنات دول ونتعرف عليهم اكتر ونقرب منهم، وخاصة ان هو كان حاجة مفرحة جدا لدرجة ان احنا زي ما شفنا في الصورة كده الكم الكبير من اهالي القرية اللي كانوا واقفين ومتحمسين وبتفرجوا وبيشجعوا البنات باختلاف الاعمار، وده بيعتبر كسر العادات وتقاليد كانت ممكن تقف حجر عثرة قدام البنات عشان يحققوا طموحاتهم في ان هم مفيش حاجة اسمها لعبة للولاد وممنوعة على البنات. احنا معانا 4 كوتش امارات، كابتن الكوتش الكبير كابتن نهال عماد، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. وهي طبعا الكوتش بقى دي قصة كبيرة جدا هنعرفها منها. وعندنا الكوتش نجلاء فتحي، برضو نجلاء فتحي. ايوه مسمينك نجلاء فتحي قصدين؟ لا ما اعرفش. اكيد قصدين. انت عارفه انا كل اللي اسمهم نجلاء عيونهم حلوه. عينك حلوه؟ اه عينها حلوه بقى كلها حلوه. وعندنا اسم جميل بقى همسات، صديق همسات يعني اسم بيعمل لك شهره و صح؟ اه يعني مش اسم تقليدي كده معدي يعني. وبسمله، بسمله كمان اسم حلو قوي. الله يخليك. شكرا. النادره ولكنها حلوه. كابتن بسمله ازيك؟ انت بقى شكلك كابتن كابتن. يعني كابتن كما ينبغي ان يكون يعني. نيجي للكوتش كبير نهال. اهلا بحضرتك. ايه يا نهال بقى؟ يعني انت بداتي تلعبي كوره من قد ايه؟ وبدات تعملي الفريق ده قد ايه؟ وبتمرني وبتمرن ولاد كمان. بتمرن ولاد وبنات، يعني قصه كبيره مش هينه ابدا. انا كنت لعيبه وبعد كده اتجهت للتدريب. كنت بتلعبي في منتخب فريق؟ لا لعبت دوري ممتاز، لعبت بنعبيد، لعبت المصري، لعبت ميت الخولي، لعبت دلفي، لعبت المعموره. يعني كنت لفرق لعب كتير. محترف كده وبيروح تاخدوا فلوس كتير زي لا بناخدش. هنلعب بس ما بناخدش. بس بتلعبوا اللي هو الاول كانت الكره النسائيه مش زي دلوقتي، يعني كانت الفكره احنا كنا بنصرف من جيوبنا، وممكن نجلاء حضرت الحاجات دي. كنا احنا بنصرف، ما كانش فيه زي دلوقتي مثلا لعيبه لها راتب، او ما كانتش اصلا لعبه مشهوره، واحنا كنا احنا اللي عايزين نلعب فكنا مضطرين. ف طب انت حبيتي الكوره ليه؟ يعني مين من طلعتي على مين؟ يعني جيل حسام حسن ولا جيل طبعا ابو تريكه والجيل ده كله. هو في الاساس اصلا ما كانش فيه اللعبه مش معروفه، وانت حتى لو عايزه تلعبي ما فيش امكانيه انك تلعبي. فكان اسهل حل لوالدي ان هو يودينا نلعب كاراتيه لغايه ما نحل المشكله بتاعه الكوره دي. وكنت بلعب كوره في الشارع عادي، ما كانش فيه انديه، او كان ممكن 5 6 انديه في مصر. كان طبيعي في القريه او لا انت تلعبي كرة قدم عادي في الشارع؟ لا هو لا ممكن انا بلعب مع جيراني واصحابي، بس طبعا انت بتاخدي يعني انتقادات. اصحابك البنات ولا لا الولاد؟ الولاد. قدرت بقى على الانتقادات ازاي واجهتها ازاي؟ انت هتواجهي انتقادات اصلا لفتره طويله جدا، ومش انت بس، هيتم الضغط على اهلك. يعني الانتقادات هتيجي لاهلك، مش هتيجي مثلا ليا وانا صغيره او كده. الضغط بيجي على الاهل اللي هو خلاص كبرت. لا لو طبعا الظروف الريفيه او البيئه الريفيه اللي بنحييهم هنا الاهل. طبعا بنقول لهم شكرا لشجاعتكم ولقوتكم ان انتوا قادرين تواجهوا التنمر والعنف في النظرات وفي الكلام، ويعني فاحنا بنحييكم جدا جدا. انت بتلعبي مع الولاد، ايه اكتر الانتقادات اللي كانت اللي كنت بتسمعها وبتضايقك؟ الانتقادات بدأت بعد ما انا بقيت مدربة.
اللي هو في يعني البدايه. وانت بتلعبي في الشارع ما كانت؟ لا انا بلعب في الشارع اصلا، يعني انا صغيره بلعب مع صحابي او جيراني، ما الموضوع مش متاخد اللي هو انا هطلع العب بقى في نادي هو كان او مش بيقول لك انت مسترجله؟ لا ده اساسي، ده انا ولد. اللي هو اكتر حاجه بتتقالك انت ولد، انت ما بتعبيش غير مع الاولاد، انت مسترجله، هو الطبع اتاخد عنك كده، او انت موجوده البيئه اللي انت فيها او صحابك او جيرانك، انت ممكن الظروف حطتك ان انت مالكيش جيران بنات مثلا او مالكيش صديقات بنات في السن ده. طب وانت بتلعبي كرة قدم او نفسك تلعبي كرة قدم، كان مين في دماغك؟ طبعا لسه ما كانش محمد صلاح طلع. اكيد اكيد ابو تريكه. انا فضلت لفتره طويله جدا بلبس 22، يعني اللي هو فانيلا. 22 بمعنى كده ان انت اهلاويه. طبعا. ده اساسي. طب ونجوم الزمالك الكبار في الفتره دي برضه، خلينا متفقين ان اللعيبه المحترمه تحترم، مالهاش علاقه بانا بشجع ايه او ايه. لا في لعيبه طبعا. لا اللعيبه المحترمه احترامها واللعيبه الكبيره طبعا، ده ما فيش اعتراض، ما اقدرش ان انا اعترض اقول لا اللاعب ده وحش عشان هو بينتمي لنادي انا ما بشجعوش او كده، هو في الاول وفي الاخر بيمثلوا مصر في المنتخب. طب دي روح رياضيه، هنرجع لك بقى ونشوف ازاي هي راحت مرنت ومرنت ولاد وبعدين مرنت بنات والتنمر اللي حصلت لها لما مرنت. انت بقى بتلعبي كوتش نجله، بتلعبي في ايه، باك ولا دفاع ولا والله انا ولا جوكر. انت الجوكر. في اي مكان بيلعب ده عم الجوكر. مين بقى اللي كان بيلفت نظرك؟ في لعيبه كتير بيلعبوا في وانا اهلاويه برضه. اهلا وسهلا. برضه كان محمد ابو تريكه بصراحه، هو ده اللي حببني في الكوره، يعني اكتر شخص كنت بتمنى ان اكون زيه في كل حاجه. كشخصيه كلاعب. بس وقت ابو تريكه كان في برضه احمد حسن وكان لا هو ما لفتش نظري غير ابو تريكه، لان انا بلعب في المكان حاليا، بلعب في المكان اللي هو كان بيلعب. احنا اصلا عاملين مشاكل دايما بسبب المكان ده، ان انا بحب العبها مساك تحت مدافع يعني، وهي مش عايزه تلعب في المكان ده، عايزه بوزيشن تاني. لا دي مشاكل اللي بيننا. معلش كلام الكوتش. لا ما فيهاش. لا بتسمع وبتلعب. هي لا دي ما فيهاش اصحاب. هي بتزعل بينا وبين نفسها شويه، الكوتش لكن بقى نفس البوزيشن اللي بحط فيها بتلعب فيه، لكن بينا وبين نفسها طبعا يعني. طب انت بدات ازاي؟ والله انا بدات برضو لعب مع الولاد في الشارع وصغيره. برضو تعرضت للتنمر ومسترجله وكمين. انا اول ما بدات اصلا ما كنتش بدات كوره، انا بدات المدربه تكون غفو حاليا. تكون غفو؟ لا انتوا تخوفوا كمان. يعني فانا مدربه كونغ فو، بدات كونغ فو من وانا عندي 15 سنه، فلفت نظري. فين بقى؟ يعني هل القريه اللي انتوا فيها فيها مركز شباب حلو كده ولا في المحافظه ولا ايه؟ يعني احكوا لي كده، لان يعني انا مستوقفني ان كونغ فو كاراتيه فين؟ هو انا بدات في السنبلاوين، عندنا مركز السنبلاوين. يعني مركز مش قريه. لا انا عندي قريه. ايوه انا فاهمه، بس أنا القريه ما في المركز. ايوه ما فيهاش القريه، ما عندنا اصلا ما فيهاش خالص. ما فيهاش طبعا زي اغلب القرى. مواصلات صعبه. كمان يعني كمان كنت بتاخدي مشقه ان انت تروحي السنبلاوين طبعا. تركبي بقى كذا مواصله. ده غير برضو زي ما قلت لك التنمر بقى، يعني ازاي انت بتلعبي لعبه عنيفه زي دي، ده انت لما تتجوزي هتضربي جوزك وحاجات كتير. ايوه. فاحنا بالنسبه لنا اللي هو لو انا سمعت بيخافوا الرجاله، بيخافوا بنهدد رجولهم. بيخافوا على روحهم. بيخافوا بقى مدربه كونغ فو، لعب فنون عنيفه، قتال عنيفه قتاليه بقى. طبعا هم مش عايزين القتاليه، عايزين الخاضعه المستكينه. لا هم عايزين كل حاجه دلوقتي. طيب انت تقولي لنا بقى احنا ما نعرفش. فاللي هو كان الموضوع صعب بالنسبه، مشقه المواصلات ومشقه الاهلي، ان هم كانوا بيسمعوا كلام برضو زي ده من اهل القريه، اللي هو ايه، انت ما ينفعش بنتك تروح تلعب لعبه عنيفه زي دي. احنا برضو بنحيي مامتك وباباك، بنحيي كل الاهالي الاربع بنات اللي موجودين وكل اللي زيهم. الله يرحمه. الله يرحمه. الف رحمه. بس بابا موجود. بابا موجود الحمد لله، وهو دلوقتي يعني هو واخواتي هم اكبر دعم ليا الحمد لله. ويعني والدتك كانت